رحبوا بالفريق الوطني ومسرورين من قدومهم وراجل ان شاء الله نجاح باهر. كل الشاطرين هذولا بالشخصيات اللي جايتنا لكرة القدم ان شاء الله قاربين وفايزين ان شاء الله، فرحانين بهم ان شاء الله بسرور فرح ان شاء الله. كما شاهدتم وتشاهدون هذا بعض من الجالية والناس الأخرى ما زالت في الطريق، ورحبوا بالمرابطين ونتمناوا لهم نجاح ان شاء الله والنور ان شاء الله، ونواكبهم لين صيفتهم يرجعوا لوطنهم ان شاء الله منتصرين ان شاء الله. نجي الليله ونشجع المنتخب المرابطين الشباب، الحمد لله هنا جاوا من 40 كيلو 50 كيلو في الليل تروازر دماتين لا ينتموا معاه ولا ينواكبوا تدريبات ولا ينشجعوه هنا زي من ولايات ان شاء الله، وياكم قد نفوز بهذه المباراه المرتقبه. نحن جد مسرورين بجيل الفريق الوطني، ونحن في الموعد نصر حليفنا ان شاء الله، نصر حليفنا ان شاء الله، هذه دموع فرح نصر النصر حليفنا ان شاء الله، نصر حليفنا ان شاء الله، سنهزمه ان شاء الله وناخذ النقاط الثلاث ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الجاليه الموريتانيه في انغولا ترحب بالفريق الوطني، اخذت العده لذلك وجهزت كل المستلزمات لهذا الحدث، والذي نحن ان شاء الله سنكون في الموعد ان شاء الله باذن الله، والفوز ان شاء الله والنصر حليف هنا من قدو. شعور لا يوصف. نجي المرابطون لدول تانغولا يشرفنا وفرحين بهم، مشروبين راجعين ان شاء الله انهم ينتصروا ان شاء الله، واحنا اول خدمه نعود الشعور فخورين بها استقبالهم في انغولا. كل الترحيب والامتنان والسرور، مرحبين بالفريق الوطني، وعندنا انا شعور من الارتياح والامتنان والسرور لا يوصف. انا هو موريتاني مرهو الجروب ديالنا هو زي هون من يدل هو مع المرابطين مع انغولا ان شاء الله. مرحبا بفريق موريتاني على ارض انغولا، ونقول لهم على ان معاهم غالبا ومغلوبا، وان شاء الله لا باذن الله تعالى نبشروا المواطنين هناك بفوز باذن الله تعالى لمنتخبنا، ونحن معاه في السراء والضراء ان شاء الله، وسنكون خلفه يوم ان شاء الله الجمعه باذن الله تعالى. دور استادي مثل من الجاليه الموريتانيه هم تنتظروا كامل بالوانها الطيف كامله خضر وبيض وكاملين باذن الله تعالى، ولان حاسين بالصهر كيف قالت لك، وتعابوا انتظروا فريقنا وسعيدين. Thank you.